السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. قناة أبو يوسف للوصفات الطبية. بإذن الله وصفة رائعة وجميلة لكل واحد عاوز يعمل مزيل طبيعي لرائحة العرق. مزيل طبيعي لرائحة العرق. المزيل ده طبعا بدون أي مواد كيميائية، وموجود عند كل ست أو شاب في البيت. إيه هو؟ ملعقة شابة مطحونة مكعب من المسك، ملعقة بودرة تلج، وملعقة فازلين، وهنجيب غطا واحد من زيت الورد، زيت ماء الورد أو ماء الورد، إما ماء ورد أو زيت الورد، تمام؟ ونخلط المكونات دي مع بعضيها، ويتم بهم المكان مثلا تحت الإبط، مثلا تحت منطقة الثدي، أو أي مكان، وينفع برضو للجسم. ممتاز جدا جدا جدا. والله الوصفة دي من أجمل الوصفات مهما كان رائحة العرق، بتعطي رائحة طيبة وزكية وبدون أي مواد كيميائية. ولو حبيته بعد الشاور، الواحد يقدر يستخدم نظام نصف ليمونة تحت الإبط، برضو دي من ضمن الأشياء الفعالة بدون أي مواد كيميائية. تحياتي لكم.